السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كنتمنى تكونوا بخير كاملين وعلى خير وبالصحة والسلامة. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم واحد الطبق اللي هو نتاع السرديل. كيف ما كتعرفوا السرديل اللي هو مهم للدراري الصغار بزاف بزاف وحتى الكبار، يعني راه غني بالفيتامينات بزاف، هو غني عن التعريف. يعني السردين من احسن انواع السمك اللي مهمه بزاف، وكاينين بعض الدراري الصغار اللي ما تيبغيوش ياكلوه لان تيكون فيه داك الشويكه رقاق هنايا، يعني كيكون داك الشوك رقيق ما تيبغيوش ياكلوه. حتى انا ولادي ما تيبغيوش ياكلوه على حسب الشوك رقيق، غسلته وكنغسلو مزيان وتنقيه. غنعطيكم هاد الطريقة اللي الدراري غادي يعجبو، لا الصغار ولا الكبار، كلشي غادي يعجبو. السردين كنزول ليه السلسول، كنقيه مزيان، تنزولو الشويكات اللي تيكون هنا متيبقاوش، كتبقى فيه حتى حاجة. وهاد الطبق غادي يكون مميز، غادي نديرو السردين معمر بالرز. غادي نعمروه بالرز، خديت هنايا جوج كيسان تاع الرز لي غسلتهم مزيان ودرتو غليتو تتسلق مزيان. الرز البيض اللي كيكون طويل بحال الشكل تاع البلاصي، عندي هنايا شويه تاع الزيتون مقطع، وفي التوابل عندي الابزار، شويه الكمون، واحد شويه تاع السودانيه على حسب الذوق، وشويه تاع الملحه، ما تكثروش من الملحه. وعندي هنايا لاصوص لي صوب تاع لاصوص طوماط، غادي ناخذ منها اللي غادي يكفيني. وعندي هنايا شرموله، القزبور، واحد شويه د المعدنوس، وواحد ثلاثه درسات نتاع الثومه كي تشوفوا معايا. غادي ناخذ القزبور هذا، غادي ندقوه واحد شويه باش ينقص، باش غادي نديرو شرموله والحوت والرز من طريقه الحال تاع هي غادي نصبرو. غادي ندقو درسات نتاع الثومه بحال هكا شويه، وغادي نرجع معاكم ان شاء الله باش نكمل الطبق. وهنايا تقطع ليا الفيديو، حسابي راني كنصور ساعه ما تصورتليش التوابل اللي درت. المهم العطريه اللي كانت عندي درتها هنا، زدت عليها الزيتون المقطع وواحد جوج معالق ديال الخل، هما ستهم، ولا الليمون، يعني اللي كان ليمون حامض حتى هو كيجي مزيان. وهنا غنشرمل هاد السردين اللي عندي كامل بحال هكا، يعني شرملت هادو، غادي نشرمل هادو كاملين بحال هكا. وهاد الشرموله هادي اللي بقات لي عاد غادي نزيدها عليها الرز. غادي نزيد واحد جوج معالق نتاع لاصوص باش يجي الرز عاطي لوكون تاعو زوين، وعاطي داك اللون محمر ديال لاصوص. وفي الرز غادي نزيد واحد شويه نتاع الزيت البلديه هكا، زيت الزيتون، باش كيجي داك الرز زوين. بون هاد الطبق غادي من طبيعة الحال غادي يعجبهم، لأن ما فيهش شوك، يعني منقي مزيان وصحي ومختلف، أحسن ما دائما كنديرو داك الشي لي مقلي.
هنا غادي ناخذ هذا المول اللي غندخلو لبرا، غادي ندير فيه واحد شويه تاع لاصوص بحال هكا، غادي نفرش واحد شويه لاصوص. غادي ناخذ السردين تاعي، غادي نديرو بحال هكا، غادي نرجع ندير هكا وحيدة على وحيدة، وغادي نستفهم في المول. فراه غير جربو، راه تيجي زوين وكيجي لذيذ، وتا الدراري الصغار صراحة كيعجبهم، لان كيف كتعرفوا الدراري الصغار قليل اللي كيبغي ياكل الحوت، ما كيبغيوش ياكلنا الحوت بزاف، وخصوصا السردين مهم غني بالاوميغا 3 كيف كتعرفوا، يعني راه غني بزاف مثل الدراري الصغار على ودي التركيز، على ودي يعني بزاف ديال الحوايج، فخصنا ضروري نوعوهم كل مره واش نصايبوهم اطباق لي مختلفة. بحال هكا كيجي، وصحي يعني صحي ماشي مقلي بالزيت، هذا صحي مزيان. غادي نحطو عاوتاني هنا، غير ما يكونش السردين داك اللي صغيور بزاف، لان اللي صغيور بزاف يعني ما غاديش يهزنا الحشوه مزيان، اللي تيكون بحال هكا شويه كبير فكيهز الحشوه وكيجي لذيذ من طبيعه الحال. الفران يعني كيجي زوين، فاش عمرنا كيجي بحال هذا الشكل، هذا فاش عمرنا كيجي بحال هذا الشكل. غادي ناخذ شويه نتاع لاصوص، غادي نديروها من فوق السردين بحال هكا، باش كتعطي داك لوغو ديال الحموضه. وانا غادي نزيد عليه واحد شويه نتاع الزعتر من الفوق، لان كيعجبني صراحه الزعتر، كيعجبوني الاعشاب بحال
بحال هكا شويه تاع الصحصر كيجي رائع، كيجي لذيذ، كيجي زوين بزاف. وغادي ندخلو الفران يطيب وغادي نرجع معكم. ما كياخذش الوقت في الطياب بزاف، يعني الا تعطل واحد ربع ساعه ولا ساعه راكم عارفين السرديب كيطيب بسرعه. وبالصحه والراحه. وكيجي الطبق ديالنا بحال هكا، من درت له لاصوص وشويه تاع الزعتر وزينته بشرائح تاع الفلفله حمراء وخضراء، يعني اللي كانت عندكم الفلفله بالالوان ولا اللي كان متوفر في البيت غادي ديروه بطريقه الحال اللي عندكم متوفر في المنزل. وبالصحه والراحه. وغادي ندخلو يطيب في الفران مسخن من الفوق ومن التحت واحد ثلث ساعه غيكون ان شاء الله واجد. بالصحه والراحه. كيف تشوفوا معايا ها هو الطبق نتاع السرديل اللي بالرز، زينته بالحامض، كيجي زوين، تيجي لذيذ ورائع. وجربوه بالصحة والراحة، وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله بصحتكم وراحتكم.